طبعا حاليا انا بولاية تيوت حبايبي في منطقة عربية وسياحية جبلية، وبنفس الوقت هنا السواح كلهم عندهم سيارات جبلية ويصعدون وينزلون على الهضبات والجبال اللي موجودة هنا في ولاية تيوتا الأمريكية. لاحظوا لي هاي اللقطة، بالله عليك شوف 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 هذاك وين طابه. شوف المرتفع وشوف النزلة، شيء مو طبيعي. إذا تحب تعرف أكثر وأكثر، كل ما عليك إنك تيجي تتابعني على قناة اليوتيوب، اكتب طارق حسين وراح أطلع لك. انتظرك بالقناة مال اليوتيوب لأني مصور أحداث أكثر على القناة. يلا باي.